طالب المشاركون في مسيرة نظمت بمدينة رام الله الاثنين بوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة بالتزامن مع الإضراب العالمي. وجبت المسيرة التي دعت إليها القوى الفلسطينية والاتحادات المهنية والنقابات شوارع المدينة، وردد المشاركون هتافات تندد بجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأخرى تنادي بالوحدة الوطنية للتصدي لجرائم الاحتلال. غزة ليست وحيدة، جميع الضفة وبجميع مكونات شعبها وبجميع فصائلها وقواها الوطنية صفا واحدا اليوم في هذه المسيرة الموحدة لإعلاء الصوت عاليا لجميع العالم أن غزة تتعرض للإبادة الجماعية. غزة بحاجة إلى وقفة جدية من جميع العالم، اللي يكفي إبادة في حق شعبنا في غزة، ويكفي سكوت العالم وخذلان العالم على هذه الجرائم الإسرائيلية في حق شعبنا. لن نعتاد أن يكون أهلنا في غزة تحت ظل هذا التجويع والحصار. هنا كل الناس تقول بأننا مع غزة إلى أن يقف إطلاق النار عليها، إلى أن تتوقف هذه الحرب الشعواء. الناس هنا تقول وفي كل العالم في هذا الإضراب المفتوح الذي تخوضه العالم اليوم بأن صوت العالم يقف مع غزة، بالرغم من وقوف القوى الظالمة العظمى مع هذا المحتل الغاشم ودعمه ومساندته دعما لا متناهي، إلا أن العالم الحر الذي يمثل الإنسانية وصوت الإنسانية يقف مع أهلنا في